قلبي وحفظ للحصير وأمن حياتي الخير السليم إذا تهت يوما مع الحائل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم وأهلا في شفاء للناس. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين الذي أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، فما ترك في الكتاب من شيء يقرب إليه إلا ودلنا عليه، وما ترك في الكتاب من شيء يباعد عنه إلا حذرنا ونهانا منه. وأشهد أن لا إله إلا الله أكمل لنا الدين وأتم النعمة، وأرسل رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فصاب عليه بالنور ورفع به النقمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجمل الصباح إذا بدأناه بتوحيد الله والصلاة والسلام على رسول الله، وما أحلى المساء إذا بدأناه بتوحيد الله والصلاة والسلام على رسول الله. فتعالوا بنا نقدم التحية العطرة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ونقول: أنا أحبك يا محمد، يا إمام الأنبياء، أنا أحبك يا محمد، يا سراجا من ضياء، أنا أحبك يا محمد حب فكر واقتناع، أنا أحبك يا محمد ليس عن إرث السماع، في المآذن في الصلاة ذكره دام الشفاء، في المآذن في الصلاة ذكره دام الشفاء، شاهد أن محمد نور مصباح الحياة، فعليك الله صلى والملائكة الكرام، فسلام واحترام لك يا خير الأنام. سلام واحترام لك يا خير الأنام. أيها الأحباب في كل مكان، تعالوا بنا أحبابي نسير على طريق العافية والشفاء، تعالوا بنا نتلمس الرحمات والعافية من رب الأرض والسماء. النهاردة بإذن الله الحلقة ستكون عن أخطاء المعالجين، لأن أهل العلاج الذين خاضوا في هذا المجال منهم من أخذها بشكل روتيني من غير أن يكون عنده روح التطبيق لنصوص الكتاب والسنة، منهم من يتكلم ومن يرقي والرقية ثابتة بالقول والفعل والإقرار من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن الرقية ثابتة بالقول والفعل والإقرار من رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. إذن نحن نتكلم عن مسألة في الشرع، لكن هناك من يخالف أصلا، من يخالف أصلا، وتعرف المخالف من علامات تبدو عليه. أولا، ممكن ما يكونش مستسن بسنة النبي محمد، ممكن ما يكونش هذا المعالج مستسن بسنة النبي محمد، في الأصل تلاقيه ما بيصليش، ممكن ما يكونش على سفر يعني ما يجمعش الصلوات، ويجلس في مركزه لا يصلي في وقت الصلاة، أو يتكلم عن العلاج وهو في الأصل يخالف الطريق السليم للعلاج. من الناس، من المعالجين، من يحدثون إشكالات، إنهم بيستخدموا شغل السحرة والدجالين والمشعوذين، ودي مسألة خطيرة بتطعن أهل الرقية أو الناس المتخصصة في هذا الأمر. إن أجزنا كلمة التخصص إنما عن طريق العلم. يعني إيه عن طريق العلم؟ يعني واحد يقول قال الله قال الرسول، يعرف كيف يقرأ فاتحة الكتاب، كيف يقرأ القرآن العظيم، كيف يعني يتعامل مع الحالات بسنة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم.
لأننا كثيرا ما نجد من الذين يدعون أنهم على طريق الرقية الصحيحة انظر أصلا في قراءته لفاتحة الكتاب يخطئ فيها، انظر لقراءته للقرآن العظيم يخطئ فيه، فكيف لهذا المعالج أن يعطي دواء في الأصل قد وصفه بطريق الخطأ؟ القرآن العظيم فيه شفاء، والكل من أهل التوحيد يعلم هذا ويوقن بهذا ويقر بهذا الأمر. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. في بعض الناس من أصحاب الجدل منهم من يقول لي: يا شيخ، شفاء ورحمة للمؤمنين يعني أنت تقرأ القرآن على ابنك يشفى، تقرأ القرآن على الزوجة الصداع يروح، تقرأ القرآن على فلان يحدث له، هو خلي بالك شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء للروح، شفاء من الأمراض النفسية، شفاء من الأمراض العضوية، يشفي من الأمراض العضوية نعم، وهذا أمر لا أتكلم عن مسألة الثبوت للتجربة، فنحن لا نجرب الأمر اختبارا لله، فلله للحق أو لحق الله جل وعلا، الله له الحق أن يبتلي خلقه وليس للخلق أن يختبروا الرب. يعني ربنا له الحق أن يبتلي العبد، لكن العبد ما يختبرش الرب، بمسألة خطيرة. ومن أجل هذا وجب علينا جميعا أن نفهم هذه المسألة. القرآن يشفي، طيب لما أقرأ الرقية على واحد من الناس ويشفى من المرض، لما أجي أقرأ على واحد تاني ما يشفش من المرض، يعني ربنا ما يشفهوش ليه؟ المسألة هنا إذن العيب فيما نراه من بين أيدينا من كتاب ربنا، حاشا وكلا، فقول الله سبحانه وتعالى له أثر وله شفاء. ولكن اسمع الآية: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ركز بقى في اللي بعدها: ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. الله أكبر. يعني إذن المسألة هنا يا حبيبي، إحنا نعتقد في أن القرآن العظيم فيه شفاء. إحنا معانا تقرير أيها الأحباب، تقرير يبين بعض أخطاء المعالجين ونعقب عليه ونعلق. هذا التقرير ترى العجب العجاب، في واحد يجمع الناس في ساحة كبيرة جدا ويبدأ يعالج بصورة جماعية، وفي واحد يدخل أكثر من حالة ما يكونوش زي محرم بالنسبة لبعض، ممكن الحالة دي عندها سر من الأسرار ينكشف بعد أن تصرع. ممكن الأمور للأسف الشديد تقع أحيانا بعض المخالفات الشرعية مخالفة للفطرة السليمة، إن الإنسان يمد إيده على واحدة، إن الواحد يضع يده في أماكن لا يليق ولا يصح من غير حاجة وضرورة، لأن أهل العلم من الأطباء من الجائز جدا إن بيباح لهم إن الواحد يضع يده على يد المريضة أو على جسم المريضة، لكن بضوابط الشرع. هل لها ضوابط؟ نعم لها ضوابط ولها ترتيبات. يعني ما نخش على المسألة دي على طول، فإن لم نجد إلا الطبيب المسلم الرجل، لم نجد هناك ضوابط. إذن أيها الأحبة، إحنا أمام مسألة عجيبة وغريبة. المركز شفاء للناس ده بيخلص النفس أولا والأحبة من أمراض حتى الجهل والأخطاء التي وقع فيها الناس. وتعالي نشوف بعض الخرافات اللي بتحصل من المعالجين في هذا التقرير. ابقوا معنا أيها الأحبة وشوف التقرير. قل معايا بسم الله الشهر اللهم ان كنت مشكورا ما كان الشهر منشوكا مشكورا في المقابل في المعبرين معلقا على الاشجار ما كنت مشكورا ان الله اعطى الله
الكثير من الباحثين عن العلاج من بعض الأمراض النفسية والبدنية قد يكونون صيدا سهلا لبعض الدجالين والمشعوذين والسحرة الذين باعوا ضمائرهم للشيطان مقابل حسنة من المال أو نظير نزوة شيطانية. فهؤلاء السحرة والمشعوذين يمكنهم القيام بأي شيء مخالف للدين والشرع الحنيف، بل وأي شيء مخالف للفطرة الإنسانية التي فطر الله الناس عليها لإيهام المرضى الذين أعيتهم الحيلة بقدرتهم على العلاج أو الإنجاب أو غير ذلك من الأمور، مستخدمين في ذلك أسحارا وحيلا وخدعا وأساليب شيطانية ما أنزل الله بها من سلطان. وقد وقف الإسلام من السحر موقفا حاسما، فسد كل طريق يؤدي إليه، وحرم تعلمه وتعليمه وممارسته منعا لضرره الجسيم على المجتمع بأسره. سبحان الله سبحان الله، أرأيتم هذا؟ أيقبله مسلم سوي؟ إنسان نهيك عن أنه مسلم، فضلا عن أن يكون مسلم واحد لله، في واحد عاقل يقبل الكلام ده؟ يقبل هذا الكلام في ساحة كبيرة وملعب، ثم يقرأ الرقية وإن كانت صحيحة، حتى وإن كانت صحيحة ينفع هذا الكلام؟ ثم تصرع هذه وتصرع هذه، وهذا يصرخ ويتقلب هذا على الأرض، وتنكشف العورات وتحدث هذه الأمور من كشف السوءات، هذا لا يليق أصلا بمعالج. ثم نرى من يمسك العصا ويضرب المريض بحجة أن الجان قد حضر، هذا أيضا ضرب من الخبل، يقول لك أنا أضرب هذا الجان أضربه عشان يخرج، ومنهم اللي يمسك كده صار يقول أخرج من الأصبع يا عفريت، سيب أنت يا عفريت، ده كلام فارغ، يقول لك أنا خرجها من هنا أحسن، لو خرج من أماكن أخرى قد يضر بالله. ما هذا؟ ما هذا الذي تفعلونه؟ ثم يخرج علينا من يأتي بحالة من الحالات ويمسك بكماشة ثم يخنقها، ومنهم من يفعل أشياء عديدة. يعني بالأمس جاءتني أخت محترمة، حدث تفريق بينها وبين الزوج، وهي على حسب شهادتها له كان من أهل الالتزام، ثم حاد عن الطريق، ولا نتكلم في المسألة إلا بعد أن نستأذن الحالة، فإن أبت لا نتكلم. وحدث تفريق، البيت اشتعل بالنار، ذهبت إلى كثير من الناس من ضمنهم واحدة بتعالج للأسف الشديد في مدينة ومشهورة، فلما ذهبت إليها تقول يا شيخ أيمن وجدت 4 نساء على الأرض قد عرضت ظهورهن، وطلبت مني أن أفعل ذلك، ثم أمسكت بالعصا على ظهر واحدة تضرب، أخرج يا عفريت يا ابن العفريت، تضرب تانية تصرخ وتتشنج وتنطق بأصوات، ده حتى لو الواحدة ما عليهاش جن هتنطق بأصوات تانية من شدة الضرب، ثم تأتي إلى الأخرى وتأتي بعلاج آخر، قالت أمسكت شمعة ثم أوقدتها، واللي بينزل منها الأشياء التي تلسع الظهر وتحرقه تأتي إلى الظهر وتنزل بهذا الذي ينزل من الشمع، بحجة أنها تأتي إلى مواطن الجان وتحرقه. ما هذا الذي تفعلونه؟ إن هذا الضرب من الشعوذة، وأخذ الناس في طريق بعيد عن الكتاب والسنة. لماذا وضعنا مطارا اسمه الرحمة والعافية والشفاء في شفاء للناس، وجئنا بمن عندهم انشراح في الصدر حتى إن كان هناك خطأ يعدل، فلا يدعي لأحد لنفسه العصمة إلا إنسان جاهل، ولا بد لنا أن نقف وقفة مع العلاج الأصلي، ولا أقول العلاج البديل، لأن بعض الناس يظن أن أنا بتكلم عن علاج بديل، لا، ده أنا بتكلم عن العلاج الأصلي. يعني يا شيخ نلغي العلاجات الأخرى بقى، وبلاش بقى نروح عند الصيادلة ولا نروح عند الأستاذ الطبيب فلان ولا الطبيبة فلانة، من الذي قال هذا؟ هذا أيضا من ضمن العلاج الذي أشار إليه النبي محمد. فلما يجي لي واحد في المركز مثلا
ونقرأ عليه الرقية ثم نسمع منه ونرى ونجد أن حالته قد تعدت مسألة أنه يترك هكذا، لأنه ممكن ما يكونش عنده الاعتقاد الكافي بالرقية أصلا، ما يكونش عنده الإيمان والثبات من ناحية القرآن العظيم فما تأثرش فيه. ما ربنا تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، فلماذا لم تنهى فلان؟ لأنه أخذ العلاج والدواء بشكل خطأ. هتيجي تقول لي أحيانا بروح المركز أو بجلس مع الشيخ يقول لي ما فيش عليك حاجة خالص، بس علاجك في إنك تصلي صح. يقول لي يا شيخ والله بصلي، والأخت مثلا تقول لي والله بصلي، طب شوف العلاج. أقول له الصلاة. في ناس ما بينفعش معاها إلا إن أبدأ معاهم من الأساس. يقول لي رزقي ما بقدرش أشتغل في مكان، عيالي. أقول له الصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. علاجات أصلية نافعة، فإن لم تنفع فلان فالعيب فيه وليس العيب فيها، أو العيب في من يرقي أو يعلم الناس يعطيهم الدواء بطريقة خطأ. لكن الكتاب والسنة لا عيب فيهما ولا نقص، وفيهما أثر وشفاء حتى من الأمراض التي استعصت على الأطباء. وأقولها وقد يسمعني ناس من الشرقية، واحد من اسكندرية، من العلاج اللي أنا بقول عليه العلاج الأصلي، منهم من قالت له الطبيبة زوجتك مش هتخلف وتنجب المرأة. بعد إيه؟ بعد علاج من العلاجات اللي احنا عطناها لها. من عندك يا عم الشيخ؟ لا والله ما من عندي، من كتاب الله وسنة الرسول محمد. المسألة إذن أيها الأحباب تحتاج منا إلى وقفة. دعونا ممن ينتشر في الفضائيات ثم يقول بالكلام ويلبس على الناس أمر العلاج بحجة أنه كان منذ زمن بعيد له باع، عاش الناس يتعلمون من معالج قد اشتهر، ولا داعي لذكر الأسماء، فدعوتنا دعوة مؤدبة. وللأسف الشديد أرى أن في معالجين يعني كانوا على مستوى الشهرة وما زالوا، ساعة ما كلمهم يقول لي أصل الشيخ فلان اللي علمني. قلت له غلط أنت والشيخ فلان، يعني أنت يعني يا شيخ اللي ماشي يعني لا نخطئ، لكن لما تيجي تقول لي أقول لك الدليل كتاب وسنة، وأرجع وعدل وأقول لك سمعا وطاعة لكتاب الله والسنة. إنما نمشي بهذه الخرافات التي نراها، نمشي بهذه الطريقة التي كان عليها يعني سبحان الله أهل الكفر، ثم يأتي السحرة الذين قد كفروا بالله جل وعلا وأشركوا ونمشي وراهم، وبعدين يجي معالج يقول لك عليك قرين وهذا القرين رأيته يفعل كذا ويدلك على كذا. نعم قد تكون هناك بعض العلامات التي تدل على ذلك. يعني أنا مش عايز أقول إن المسألة مش عند الناس العام فقط، لا، المثقفين أهل العلم، بل على مستوى عظيم جدا في العلم والفقه منهم من يأتي خاشعا متذللا لكتاب الله والسنة. وأنا في هذا الأسبوع، ولا أريد أن أحدد اليوم، جاءني دكتور، أستاذ دكتور في جامعة الأزهر، وأقسم بالله على هذا، سامي محترم جلس أمامي، فلما قال لي أنا أستاذ دكتور في جامعة الأزهر، قلت له تعالى مكاني على طول، ده مكانه، لازم نوكر الناس، ننزل الناس منازلهم. قال لي يا شيخ أنا جاي وعندي العلم أن الرقية ثبتت عن النبي محمد. قلت له جاي لأنا أرقيك يا أستاذ؟ قال لي إن شاء الله طالب الرقية منك. بدأ يكلمني وحدثني، فوجدت علامات بدأت أكتبها. تخيل دكتور محترم مثقف لا يقدح فيه بل يزيده قدرا إنه يقر بما أقر به النبي ويؤمن بما أشار إليه الرسول الحبيب النبي. جلس أمامي بقار، فقرأت الرقية عليه، دمعت عينه، استشعر براحة. قلت تسمح لي إن أذكر اسمك والكلية والمكان؟ قال لي لا. قلت له خلاص على سبيل التعريض فقط. قال لي ماشي، والله على ما أقول شهيد. قلت له أنت محترم
من يحترم كتاب الله والسنة سيجد أثرا وعلاجا. نحن أمام أيها الأحباب علاج أصلي يفهمه المثقفون، يعرفه الفقهاء وأهل العلم، لكننا نرى كثيرا من الناس يبعدون الناس عن طريق الحق، وقد تحدث منافسات. فلان ده عايز يعالج فيقوم يقدح في فلان من غير دليل ولا كتاب وسنة. يعني على سبيل المثال مثلا واحد من الناس يخرج على الناس يقول لهم ايه، ازاي فلان ياخد في الرقية مثلا فلوس مثلا، يعني يا رجل هاد دليل، كيف ترد قول النبي محمد انه ليس بكلام فلان ولا علان، انه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، استقسموا لي نصيبا ولم يرد النبي اجر الصحابي. يبيع القرآن يا عم الشيخ، يا عم الحاج احنا منقولش الناس تغالي للناس والناس تروح تستخدم المسألة على انها يعني شغل، لا احنا بنرد على اخطاء المعالجين، ليست المسألة ان انا بشير لفلان اقول له خد وده فلان خد، لا انا برد على اخطاء المعالجين. لما تيجي ترد قول النبي اقول لك لم الدور، مش عشان انت عايز تشغل نفسك وعشان تقول للناس انا الصح والناس الخطأ ترد قول النبي محمد. هذا كلام يعني يخلينا نشك في انك فقيه، ده حديث صحيح. هل الصحابي لما راح قرأ الفاتحة كان بيبيع قرآن؟ ما لكم كيف تحكمون؟ الاخطاء دي خطيرة، ولذلك لما وضعنا ايدينا بيقولوا بالامثلة المصرية حطيت ايدك في عش الدبابير، بدأ كثير من الناس تهاجم وتقول لا ازاي يخش، يقول ازاي المسألة دي، ازاي الشيخ يرقي، ازاي الله، لا اله الا الله. انا عن نفسي لما بيحصل خطأ في اي مكان حتى لو كان بيخصني رد غلط، خلي بالك الرقية برضو من ضمن اخطاء المعالجين ما بتنفعش بالسماعات اللي في الاذن، لازم يقرأ القرآن ولو كانت فاتحة الكتاب. انما تسمع الطيب حلو انك تسمع الطيب، لكن مش هو ده اصل الرقية، مش هو ده اصل الرقية، اصل الرقية انك تقرأ القرآن ولو كانت فاتحة الكتاب. ثم هناك اشياء بترفع الالم ونكررها، ولازم اذكر العلاج الاصلي. العلاج الاصلي يا شيخ مش البديل، تأدبا مع رسول الله وتوقيرا ونعطيه حقه في مثل هذه الأمور، يعني على حسب ضعفنا وعجزنا في اختيار الكلمات أو الإشارات، يعني على قد ما بنقدر ندي النبي حقه، نوقر ونحترم، ما نقولش عن كلام النبي بديل بل هو الأصل. يعني طب ما تقول لنا بعض العلاجات. أول علاج إنك تثق في الله، إن الطبيب بطبه ودوائه لا يستطيع دفاع نحب قد أتى، ما للطبيب يموت بالداء الذي قد كان أبرأ مثله فيما مضى، مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشترى. لابد أن تعتقد أن الشافي هو الله وهو كذلك، لابد أن تعتقد يقينا وتكون من أهل الثقة في الله والتوكل على الله، اعتماد القلب على الله ثقة فيما عند الله. فمن الذي يملك الشفاء؟ رب الأرض والسماء. لازم اللي بيجيد بهيئه لكده، بهيئه لكده. دكتورة فوزية صالح، الدكتورة فوزية صالح أول رئيسة قسم جراحة في الشرق الأوسط كما يقولون عنه، قالت يا شيخ الكلام اللي انت بتقوله انا كنت بطبقه في مركزي. قالت لي عشان كده بقول لك لما انا بدرس واتعلم، كانت استاذه ولا زالت الحمد لله، ربنا يعطيها طول العمر وحسن العمل ان شاء الله، بعد ما اخلص الحلقه حاول اتصل عليها باذن الله، اطمئن عليها. فاحنا بنشوف حاجات عجيبه، يعني اختنا التي اتتني قالت يعني عندي مشكله في البيت، فرق هؤلاء السحره بيني وبين زوجي، وكذلك حالات كثيرة جدا للتعطيل، تعطيل الزواج. كثرت هذه المسألة، لا أقول في مصر فقط بل في الأمة الإسلامية كلها، وإن شاء الله الحالات اللي اتصلوا بنا بإذن الله في المغرب العربي بإذن الله
خلال الأسابيع الجاية بإذن الله ننتقل إليها. وأي حالة يعني تستطيع أنها تجمع مجموعة من الحالات وتصل بينا وننتقل إليهم لا بأس. وطبعا إحنا ما بندلش إلا على الناس الطيبة أهل الانشراح الصدر الطيبين. يعني مثلا إحنا عندنا في المركز ما شاء الله حتى في التخصص في مسألة العلاج والحجامة ناس محترمة عندهم أمانة. الشيخ إبراهيم من الناس المؤدبين سبحان الله، ولولا أنه يعني مرهق بسبب الانتقال أحيانا للناس ومتابعة العلاج كان خرج معنا النهاردة. وإن شاء الله تشوفوه بإذن الله في الحلقات القادمة. ويجب علينا أن احنا نثق في مثل هؤلاء، فإن حدث أمر من الأمور العوارض كلنا بشر نقول يا شيخ إن شاء الله تعالى أن في ناس تزعل قوي ما نقدرش نصلها اعذرونا، الطريق بقى صعب والمواصلات وخلاص والله انت بقى يعني هيئ لنا الأمور هنجي لك في أي مكان. السعودية في ناس منتظرانا إن شاء الله، في الإمارات بإذن الله، قريبا في أماكن أخرى في دول أخرى، تونس بإذن الله حبايبنا هناك إن شاء الله منتظرينا. فإحنا حبايبي بإذن الله ما نمنعش نفسنا عن حد، بس لازم إن الواحد فيكم يلتمس العذرة. إحنا بشر أكيد، أنا بنان أكيد يعني، ولا العملية خلاص وصلت لأن المسألة خلاص أنا بنان بشر أكيد ببقى أطعم، أكيد عندي تصوير، أكيد بصلي، أكيد يعني برضو أولادي، فاعذروني أحيانا لما ولما يجيني إنسان وأفرح له بشيء ما يزعلش. يعني جاني واحد حبيبنا ربي عافيه يا رب زعل قوي، ازاي الشيخ ما يجلس حبيب قلبي المسألة تعدت أمور أنت تحتاج إلى علاجات كيماوية خلاص، مش إن أمر يعني في مرض خبيث ولا حاجة، لا الأمر نفسي، وتعدى الأمر إلى أنه يبقى سايق حتى لأنه يستمع للرقية. ممكن تقرأ من غير ما يكون سايق وربنا لكن للأسف هو بيبقى بين هذه وتلك مش مقتنع، عاوز يهيئ ان يقتنع، فلو اقتنع نزل القرآن عليه شفاء وسنة النبي محمد. يبقى اول شيء ان تعتقد ان الله هو الشافي. الامر الثاني الدعاء، علاج اصلي. يعني ممكن واحد الشيخ يجي لك وبعد ما تقرأ عليه الرقية تروح جايب الشيخ ابراهيم والناس المحترمة الناس اللي تتلمس فيهم الصلاح، ما شاء الله برضو عندنا متخصصة في الحجامة، كل من يعني قامت بعمل حجامة عندها قالت ما شاء الله رب العالمين. أحيانا بنقول لهم كده إحنا المريض ده قرأت عليه الرقية لكن أموره مختلطة والدنيا مرتبكة، تعمل إيه؟ سهم من السهام الدعاء، وهو ماشي في الطريق يأخذ دعاء بظهر الغيب. ممكن يتصل يقول أنا حسيت براحة قبل ما أدخل بيتي، وممكن ما يكونش حاسس بالراحة دي وإحنا بنقرأ الرقية لأن لسه عنده حاجات فيها ريب وفيها، لكن الدعاء الله جل وعلا يبلغه. نحن أيها الأحباب سهام الليل التي لا تخطئ ولها أمد وللأمد انقضاء. أحببنا الرقية حتى من الأمراض العضوية والمس والسحر، وغالبا ما نرى سحر التعطيل. يعني في ناس يقولون وناس كثيرين يرون الفتاة خارج المنزل ويعتقدون بها ويقتنعون إنسانة طيبة ومحترمة وفي مكانة ومدرسة أو غيرها، أو حتى لو لم تكن متعلمة لكن شكلها عند الناس بدأ يسألوا عليها قالوا الناس كويسين ومحترمين، يدخل عند عتبة البيت منهم اللي يرجع قبل ما يدخل، منهم اللي يرجع قبل ما يدخل، ومنهم اللي يجلس مع المخطوبة هذه أو التي أراد أن يراها رؤية شرعية وكان عند أختها في بيتها قد رآها فوجد منها الحسن الذي يريده، والمسألة في الجمال نسبي. لكن أول ما يخش عندهم البيت وينظر كده الرؤية الشرعية يحس بكآبة وتنزل ستار يفصل بينه وبينها ولا يرجع مرة ثانية، تعطيل. والناس أصحاب الشركات منهم مصانعهم تعطلت ورب الكعبة، كنت أنزل في مكان المكان فيه مشاكل والله حصلت. ولماذا تقسم في هذه؟ ان بعض الناس فكرها انه دجل. كان اخ حبيب ليا اسمه ثروت كان يتعهدني في مكان معين اقول له ها، يقول لي العمليه خلاص اتدمرت، اقول له جهز نفسك رقيه
تستقيم الامور ويربح ملايين واحنا ما ناخدش حاجه للاسف منه يعني سبحان الله. فشاهد الامور دي ايها الاحباب ان يعني سواء طبعا من اهل الخير يعني ربنا يبارك فيه. فالشاهد في الاماكن دي والاماكن دي والاماكن دي التعطيل ياتي، ممكن ياتي من خلال محل يتعطل، ممكن تاتي المساله تعطيل في الدراسه. جاني انسان متفوق جدا في شركه من الشركات الكبيره من شركات البترول، قال لي يا شيخ انا كنت متفوق جدا في الدراسه وبعد ما مسكت الشغل كان عندي نجاح غير طبيعي، فجاه تعطل. فالتعطيل هذا له انواع، وقد يكون مسحورا وقد يكون منظورا، والحل في كتاب الله وسنه الرسول. وقد تفعل الحجامه ماذا يفعله اهل العلم في الطب؟ احبابنا كم من مرض قد شفي باشارات الحبيب النبي، شفاء امتي في ثلاث: شربة العسل. هتقول لي عم ابني عمال اسقيه كل يوم وبطنه وجعاه، عشان انت اصلا مش معتقد بهذه المساله. لكن لما تسلم لله وتسلم لرسول الله، النبي محمد لما الرجل جاله قال له اسقيه عسلا، قال له بطنه لسه وجعاه اخويا اسقيه عسلا، قال كذبت بطن اخيك، صدق الله وكذبت بطن اخيك، اربع مرات فحس بالراحه. علاجات. وقد ياتي الانسان الينا وادله على علاج اشار اليه النبي لصحابي ففرج الله عنه وسد دينه. ناس بتجيلي قد ارهقتها الديون وتعطلت الاعمال. تعطيل ده خطير. زواج، اعمال، دراسه، العقل يقف، التزام، حتى تعطيل الالتزام. ثم اشير باشارات النبي عليه الصلاه والسلام فارى خيرا. انتوا عارفين والله انا بستفيد، لاني احيانا باغفل عن العلاج ده لنفسي والعيالي احيانا من كثره المشاغل. فلما باشير، ولا بد ان تكون محب معتقد تشير بيني وبينك او الله، طب انا بروح بعيد ليه؟ طب ما والاقي الاثر. اوعى حبيب قلبي تبعد عن حبيب النبي، اوعى يا غالي تبعد عن كتاب الله سبحانه جل في علاه. احبابنا في نهايه الامر ادلكم على الخير وادل نفسي على الثواب والعافيه. شفاء للناس، شفاء للناس. ان شاء الله عنواننا الجديد، الشارع الجديد، شبرا الخيمة أو مسترد، شارع الشعراوي عند مسجد أبو العلا، منزل الشيخ شهاب. نختم بالدعاء أيها الأحباب. يا من أجاب دعاء نوح فانتصر يا الله، يا من أجاب دعاء نوح فانتصر يا الله، وحملته في فلكك المشحون يا الله. يا من أحلت النار حول خليلك يا الله، روحا وريحانا بقولك كون يا الله. يا من أمرت الحوت يلفظ يونس يا الله، يا من أمرت الحوت يلفظ يونس يا الله، وسترته بشجيرة اليقطين يا الله. يا رب إنا في كربة مثلهم يا الله، فرج همومنا، اشرح صدورنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمارنا.
واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. لا أملك إلا سلام الله عليكم، أحبكم في الله، عليكم السلام ورحمة الله. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن الحصين. شفاء لروحي وحبل المتين، ورحمة قلبي وحصن